يا والسلام عليكم الخوت. في الاول تجادرت المقدمه، ولكن بالي هذا المنظر الزوين قلت نعاود المقدمه ديال اللي عندي رايكم في الفيديو ديال يعني في البدايه ديال الفيديو الخوت. الا كملتوا معنا الفيديو الاخوان غتشوفوا هذا المنظر الزوين اللي مورايا، وغتشوفوا واحد الكاستيل اللي حتى هو كاين هنا قريب ليا. غتعرفوا كل شيء الاخوان اللي كاين في هذا الفيديو. المهم واحد دوره خفيفه اللي غنعرفوا بواحد المنطقه اللي في تورينو اللي زوينه بزاف، كيقول لها باركو فالنتينو الاخوان. يا الاخوان السلام عليكم، نتمنى لكم كل شيء بخير، كل شيء وداك. مرحبا بكم في فيديو جديد على قناه شونز ايطاليا. اولا وقبل كل شيء لا تنسى الضغط على زر لايك والاشتراك في القناه لكي توصل بجديد الفيديوهات. من البلاصه الاخوان اللي غنبارطاجي معاكم باركو فالنتينا الاخوان، من حدا هذا الكاستيلو، هذا القصر الاخوان اللي كان شحال هذه قصر، ولكن دابا حولوه نقول له بلاصه ديال اليونيفرسيتا. الدخله ديالها ما كايناش من هنا، كاينه من الجهه الاخرى. وحنا دابا قالت حدا هذا اللاكو ديال فالنتينا اللي زوين. وبقاو معنا الاخوان كيف ما كتشوفوا حنا الاخوان هنايا. ما تنساوش اللايك وتبارطاجي في الفيديو، وبقاو معنا مازالين بزاف ديال الاشياء هنا. البلاصه الخوت هنا كيقولوا ليها هي الرئه البولموني دي تورين دي تورينو، يعني الرئه ديال تورينو الاخوان. هنا كيجي نادم بنادم باش انه يتنفس وياخذ يعني الهواء نقي. يعني البلاصه فيها مساحه خضره كبيره بزاف، اللي بعيدا عن الصداع وداك الشيء. ماشي الصداع، حتى هنا كاين صداع، ولكن بعيدا على البنايات كيف ما كنقول، بعيدا على العمران الخوت. Gino, dai, andiamo. Gino, guarda! Dai, andiamo! I cavalli! Wow! Antum al-Ikhwana, castello kbir. Kaina d-lago li hnaya. Li portano lì, li fanno tutti studiare, per poverini loro, sai. Ma ce ne stanno più di 100. هذا الاخوان غادي هذا البالاس هنا تيبان من الجهه الاخرى مزيان. هذا ديال دار الايتام كيف ما نقولوا، دار الايتام. خوت لي من لي مورايا هاد البلاصه كيديروا بها دوك اللي كيكونوا في البحر. المهم ما عرفتش سميتهم، ولكن غنخليكم التصويره ديالهم مع الخوت كما كتشوفوا. هما كاينين هنا بزاف، كاينين هنا 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 هنا. المهم بقاو معنا نكتشفوا كل شيء اللي كاين في هاد البلاصه الزوينه. هادو الاخوان تيركبوا عليهم 6 ولا 4 ولا 5 ديبيند شحال في الطول، وكيمشيو فيهم اللاغو. الا هبطنا اللاغو الخوت غنوريهم ليكم. المهم شي تكراو من هنايا وكتهبط. صح عمري ما عنديش شي فكره، عمري ما جربتها. اتليكي وما هذا الخوت، وما هذا الشو ما ادري اللي قلت لكم قبيل. هذوما اللي خداو الفضية، أرجنت الفضية الخوت في إيطاليا في هاد الرياضة هاد الجوج. المهم الاخوان الا كان تعجبكم بحال هاد الفيديوهات ما نساوش لايك كومونتير بارطاجيو مع اصحابكم باش نزيد ندير لكم بحال هاد الفيديوهات اللي كنعرف بمدينه طورينو
واللي مشوا للبلايص الزوينين اللي كاينين في مدينه طورينو. صراحه كاينين بلايص بزاف في مدينه طورينو بهذا الشيء، داكشي ولكن ما كنديرش ما كنحاولش اننا نبارطاجي معكم، حتى نقول بلي ما كاينينش الناس مهتمين، ولا كان الناس مهتمين اخوت ايبان ليا من هذا الفيديو الا طلع، فغالبا غنبقى ندير لكم فيديوهات بحال هذا الشكل. تنساوش لايك. هاد البلاصه زوينه الخوت كيف ما كتشوفوا، قلت لكم الخوت هما الماء الخوت غنقيه هنايا في هاد البلاصة نقيه. وهذا الخوت واحد القلعة اللي قديمة بزاف، المهم معرفتش شحال هي قديمة، ولكن غالبا كتر من 400 عام، كتر من 400 عام يعني متأكدين. ها الإخوان هذه هي القلعة اللي قلت لكم، المهم معرفتش شحال عدا من عام، ولكن كتر من 400 عام يعني متأكدين منها. دابا غنشوف إلا لقينا شي حاجة فين نقراو عليها غادي ندوزها عليكم. كاستيل نونيكيز الاخوان حل القلعه، احنا داخلين الخوت كاستيل من داخل وغنشوفو نكتشفو مع مجموعين الخوت معنا. غندور عليكم الكاميرا ديال هادشي كامل، صراحه راني انا مصدوم من هادشي، راه زوين صراحه زوين بزاف. المهم الاخوان غندور عليكم باش تشوفو مزيان، بقاو معنا اخوان. عاد هذا غنكتشفوا داكشي اللي كيبيع، يعني كيبيع داكشي نقدروا نقولوا اساس ولكن ماشي اساس، ولكن المهم كيحاول يعني داكشي بحال الاساس كيحاول يبيعو. غندور عليكم تكتشفوا معنا هاد البلاصه الزوينه واللي عجبني كثر هما هذا الخوت، هذه ديال القتال ديال الساموراي. الخوت داك السمخ باللعيبات ديالو، هذه اللي زوينه، هذه داكشي ديال القتال. هذا الاخوان ب 14 اورو، داكشي غالي بالنسبه لهاد البلاصه، يعني البلاصه اللي شريتي منها كتكون غاليه شويه، كاين زوينين. انت واختي خناجر شيرين بليم بليم بليم، ما تديروش تنساوش اللايك، تقول لهم اصح بلي ما تنساوش اللايك، بارطاجيو معنا الفيديو. ها داي قاعدك هادي واحد الكنيسه ديالهم، مكان العباده ديالهم خاصه بهم، ولكن هادي مسدوده الخوت، سدوها شحال هادي. ضروري مادام اننا دخلنا هنا ناخذ واحد القهوه ديال كافي ديال بورغو، هاد البلاصة اللي دخلنا ليها دابا، ناخدو بحال القهيوة وحنايا. البليات ديال الخوت ديال البلاصة اللي شربنا فيها القهوة، قالك إلا حيت دابا كنا بغينا نريحو مكاينش البوست ومكاينش البلاصة، داكشي علاش قالك صونيو عليا غنديرو لهم إشهار لا بوبليسيتا غراتيس، ياك تاخد موعد الخوت وكيديرو ليكم، المهم كيخليو ليكم بلاصة. سينا كاين بنادم بزاف، المهم بزاف بس عمر يعني قبل تتخلي مو تتسد غونديو زوينة انتيكا بيه لي بليات. المهم اول عنوان، العنوان نمرة 600، كلشي امامكم.
يا الاخوانه اللي بغى يجي يدير لاباس فلوس يا حل 10 درهم بنيه 10 تشيزه وميش. هذيك البلاصه الاخوان قال لك اي واحد كيقدر يتمنى شي حاجه وكيلوح شي مونيطه وكتوقع، هما عندهم ستوري هذه كتمنى شي حاجه كتلوح هاد المونيطه وكتوقع. ولكن المهم ما تيقول لك خاصك تمنها من الداخل ديالك وكذا وتكون مامن، حنا ما تنامنوش بداك الشيء، ولكن قلنا نبارطاجي لكم هاد البلاصه الاخوان كما كتشوفوا هنايا غتجعل الناس اللي يحلوا فلوس الخوت. البلاصه الخوت الوسائل النقل متوفره فهم هادو، غندور لكم كاميرا ونوريكم وسائل النقل المتوفره في هاد البلاصه الخوت، حيت هنا ممنوع انك تدخل بالطونوبيل، ضروري خاصك يا بيكالا يا مونوباتيني يا هذوك اللعيبات اللي تيتكرا، ولكن من الاحسن الاخوان هنا البيكالا. انا الواحد ولكن البيكالا الا جيت هنايا انا صعيب من احسن حاجه هي الرجلين هذا هما 11 تقول لك شنو 11 من الرجلين لون ديت شي. المهم الاخوان نتمنى يعجبكم هذا الفيديو وبقاو معنا، كانت شي حاجه غنوريها لكم. كاين حتى السكي بحال هاد الاخت هذه، شي نهار الاخوان نجيو بالسكي فهمتي، ندير السكي في الكوفر وندير هنا شي بال تجير هنا بالسكي. المهم الاخوات نتمنى يعجبكم الفيديو اليوم وحنا باقيين معكم الخوت. وسائل النقل الاخوان اللي متوفره في هذه البلاصه اللي تقدر تتحرك بها في هذه المساحه الكبيره، حيت الطوموبيلات ما تيدخلوش هنايا، يعني يا انك تدير مونوباتينا الكتريك بحال هذه يا بيكالا يا انك تكير بحال هذا. وسائل النقل المتوفره بلاصه الخوت. المهم دور لكم كاميرا باش نشرح لكم مزيان، هانتوما الاخوان نخليكم على السميه ديالو والتاريخ وانا غادي ونشرح لكم الخوت يعني من هذه البلاصه وكانوا لهيها، ونشرح لكم كل شيء شنو وقع حنايا. بقاو معنا الاخوات. هادو كانوا يعني كونتر ديال جيرمانيا، فاش كانوا تيليسك هنايا كونتر ديال المانيا الخوت، وكانوا شدوا واحد هنايا وكانوا سته ولا اكثر من سته مهم ليه، وعدموها الاخوان عدموها بالقرطاس صافي، وداروا هذيك البلاصه ديالو تماك بسميتو بكل شيء كاتسيد كار في 1945 1945 لينيتسيو دال لا غويرا مون. اخوانا هذه هي النهايه ديال الفيديو، ما نساوش لايك وتبارطاجيو الفيديو، نتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو باش نبقى المهم نلوح لكم بزاف ديال الفيديوهات بحال هذا الشكل. ما نساوش غير تبارطاجيو الفيديو معنا وتبينوا لي الدعم ديالكم بحال هذه الفيديوهات، وان شاء الله نوريكم الجديد دائما دائما في كل جديد غنوري لكم. ما نساوش لايك وتشوفوا فيديو جديد.